الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وصلنا في الحلقة الماضية إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي نحن في صحبتها الآن، إلى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه الآية تأمر المؤمنين بأن يعدوا العدة لأعدائهم، القوة في السلاح، القوة في الإيمان، القوة في الإنفاق، القوة في التكاتف والتعاون، القوة التي عن طريقها يحصلون على النصر بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. كأن سائلا سأل وقال: يا ربنا، هذا حالنا مع أعدائنا، إذا ما اعتدوا علينا أو إذا ما شعرنا أنهم يعدون العدة للاعتداء علينا، ونريد أن نعلم يا إلهنا، إذا رأينا أن أعداءنا الذين يخالفوننا في العقيدة لا يريدون أن يسيئوا إلينا، لا يريدون أن يسيئوا إلينا، ويريدون أن يكونوا هم في حالهم ونحن في إيه؟ في حالنا، ماذا يكون موقفنا منهم؟ واضح السؤال؟ الآية السابقة تقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كأن واحدا منكم بيسأل: طيب وإذا كانوا لا يريدون حربنا ماذا يكون موقفنا؟ جاء موضوع درسنا اليوم، وهو ما أجابت عليه الآيات الكريمة التي هي موضوع درسنا اليوم. ماذا قال الله تعالى؟ قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. مرة أخرى أقول: انظر إلى التسلسل القرآني وتعلم منه، تعلم من هدي القرآن الكريم. عندما تنصح وعندما تعظ تأتي بكل الوجوه، تبين للناس ما هو موقف المسلم إذا ما اعتدى الأعداء عليه، ما هو موقف المسلم إذا سالمه الأعداء، ما هو موقف المسلم إذا أعطى عهدا، ما هو موقف المسلم إذا نقض العدو العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تنظر إلى سورة الأنفال اللي لينا أكثر من
يعني شهر أو شهرين ونحن نتدارسها تجد أجابتك عن كل هذه إيه الأسئلة. فيبين لنا القرآن إذا ما سالمنا أعداؤنا فالإسلام يمد يد السلام إلى كل من يمد يده إليه بإيه بالسلام. الإسلام لا ينشئ الحرب إنشاء، لا ينشئ الحرب إيه إنشاء، لا، لأن الحرب دي أهوال يتجنبها الإسلام ولا يلجأ إليها إلا عند إيه الضرورة. إنسان اعتدى على وطني أو على عرضي أو على مسكني، أمرني الله أن أدافع عن إيه عن نفسي. فالقرآن الكريم يبين هنا، وإن جنحوا هنا بمعنى إيه مالوا وأحبوا. تقول سفينة جانحة، يعني إيه سفينة جانحة؟ يعني سفينة وهي تسير في البحر تميل ناحية اليمين أو ناحية إيه الشمال، أدي معنى جنح. جنحت إلى مكان كذا، يعني إيه؟ يعني ملت إليه وأحببت هذا إيه المكان. جنحت إلى فلان، يعني إيه جنحت إلى فلان؟ يعني ملت إليه وتوافق طباعي مع إيه مع طباعه. هذه معنى وإن جنحوا للسلم، والمقصود بالسلم هنا إيه يا أخوان؟ المسالمة. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لكل مسلم ولكل عاقل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول الكريم قل لأصحابك ولأتباعك عليكم أن تعدوا العدة لأعدائكم، إلا أن الأعداء إذا سالموكم ولم يعتدوا عليكم ففي هذه الحالة عليك أيضا أن تسالمهم وأن تعاملهم بالمعاملة بالمثل. أدي معنى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إن مالوا إلى المسالمة والمصالحة فعليك أن توافقهم على إيه ذلك، لأن دين الإسلام هو دين إيه السلام. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، تثبيت للرسول، وتوكل على الله، لا تخف ولا تتردد ما دامت ظواهرهم تدل على أنهم يريدون المسالمة، فسالمهم ولا تخف، لا تخف. ليه؟ لأن الله معك. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك إيه؟ فإن حسبك الله. اسألكم وأنتم طلبة علم، إن دي حرف إيه يا أخوانا؟ مش شرط. طب وإن يريدوا أن يخدعوك، أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ محذوف. وتقدير الكلام إيه؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فلا تلتفت إليهم، لا تلتفت، ما تخافش منهم، لأن قبل كده بيقول له إيه؟ وتوكل على الله. يجي لك واحد يقول لك لا لا لا، اوعى تسالمهم لأنهم دول كذا، يقول له لا، أنا ما دام واحد أظهر لي السلام أنا إيه؟ نظهر له السلام. بعد ذلك إن نقض العهد فالله سينصرني عليه، لكن ما نترددش. تقدير الكلام، وإن يريدوا أن يخدعوك فلا تلتفت إليهم ولا تخف منهم. لما تأتي الجملة التعليلية؟ تأتي الجملة إيه؟ افهموا، تأتي الجملة إيه؟ التعليلية. وتقدير الكلام، وإن يريدوا أن يخدعوك فلا تلتفت إليهم، كأن سائلا سأل وقال ولما. يأتي الجملة فإن حسبك الله كفيك وسينصرك إيه عليهم،
ما دمت أنت لم تنقض العهد فالله سينصرك، هو الذي أيدك بنصره. الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره، فما دام أعداؤك قد سالموك فأظهر لهم أيضا المسالمة، ولا تنقض عهدك معهم إلا إذا هم نقضوا عهودهم. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وأيد المؤمنين أيضا بنصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوب المؤمنين. انظر إلى المهاجرين وإلى الأنصار، عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة نجد بأن أهل المدينة استقبلوا المهاجرين أحسن استقبال. الآيات التي في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أدي معنى وألف بين قلوبهم. ألف الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه بين قلوب المهاجرين المؤمنين من أهل مكة وبين قلوب أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين استقبلوا المهاجرين أحسن استقبال. وبلغ الأمر أن سيدنا سعد بن معاذ يقول لمن آخى الرسول بينه وبينه: يا أخي يا عبد الرحمن بن عوف، اللي آخى الرسول بينه وبينه، إن لي بيتين فاختر أحدهما، فاختر أحدهما، وإن لي زوجتين فاختر إحداهما، أنا أطلقها وأنت تتزوجها. لكن نجد أن المهاجرين العفاف والطهارة. يقول سيدنا عبد الرحمن لأخي سيدنا سعد: لا يا أخي يا سعد، بارك الله لك في بيتيك وبارك لك في زوجتيك، أنا رجل تاجر أجمع رزقي بعرقي، دلني على السوق، لا أريد أن أكلفك شيئا، أنا لا أريد أن أكون عبئا عليك، وإنما أريد أن أتعاون معك. فتجد من المهاجرين العفاف وتجد من الأنصار السخاء. أدي معنى وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني لو أنفقت جميع أموال الأرض لم تجد هذا التعاون الذي بين المهاجرين والأنصار. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ثم تنتقل السورة إلى موضوع جديد بعد هذه الدعوة إلى المسالمة وبيان جانب من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المهاجرين والأنصار. بعد ذلك يأتي موضوع جديد، ثم مضت السورة الكريمة في تثبيت الطمأنينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب أصحابه، فبينت لهم أن الله كافيهم وناصرهم، وأن القلة منهم تغلب الكثرة من من أعدائهم. شوف التثبيت: يا أيها النبي حسبك الله. معنى حسبك الله؟ يعني كافيك الله،
عون الله كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله كافيك أنت وكافي أيضا من اتبعك من إيه؟ من المؤمنين. يعني هو معك ومع كل من إيه؟ اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله بعونه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذه معنى حسبك الله، يعني أنت عليك أن تباشر الأسباب واترك النتائج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كما يقول لك المدرس: يا فلان أنت طالب، ذاكر دروسك، ذاكر إيه؟ دروسك، واجتهد، بعد ذلك اترك النتائج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله قد كتب على نفسه أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، دي سنن الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين أيضا كافيهم من؟ الله. يا أيها النبي مرة أخرى حرض المؤمنين على إيه؟ على القتال. والكلام ده كله بنازل متى يا أخوانا؟ في أعقاب غزوة إيه؟ بدر، أو خلال غزوة بدر، لأن سورة الأنفال كما قلنا معظم آياتها بتتحدث عن غزوة إيه؟ بدر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس سمى سورة الأنفال بسورة إيه؟ بدر. واضح؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض بمعنى إيه؟ حث، ادعوا المؤمنين، هيجهم، حرض المؤمنين على القتال. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى مظاهر نصره، مظاهر إيه؟ نصره، ومظاهر تأييده، تأييده للمؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى الواحد يقف أمام الكام يا أخوانا؟ 10. يعني الواحد بعشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون. شوف شوف الوصف، ما قالش القرآن إن يكن منكم 20 فقط، لا، وإنما بهذا الاحتراس: إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على القتال وعلى متاعب القتال، وعندهم العزيمة الصادقة، وعندهم الإيمان القوي، لأن الصبر ضياء. اختار القرآن في مواطن القتال فضيلة إيه؟ الصبر، لأن القتال يحتاج إلى صبر ولا لا؟ يحتاج. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ إيه؟ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على البلاء، صابرون على متاعب القتال، صابرون على التعب، صابرون في مواطن الشدائد، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية الكريمة إيه الهدف؟ إيه الهدف الذي ترمي من ورائه؟ إيه الهدف؟ قال لك الهدف الذي ترمي من ورائه هذه الآية
تثبيت المؤمنين في كل زمان وفي كل إيه؟ مكان. كأن الله تعالى يقول لنا جميعا: سالموا من يسالمكم، سالموا إيه؟ من يسالمكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذن سالموا من يسالمكم، لكن إذا ما لزم القتال، إذا ما لزم القتال واعتدي على دينك أو على عرضك أو على شرفك أو على مالك أو على بيتك، ماذا نفعل؟ يبقى هنا الثبات. ولذلك الحديث اللي أريدكم أن تحفظوه، تحفظوه، لأن ده الميزان الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. هذا الحديث يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله إيه؟ العافية. فإذا لقيتم فاثبتوا. آدي القانون الذي وضعه الرسول لأصحابه ولأتباعه: لا تتمنى لقاء العدو. ليه؟ لأن التمني دلون من الغرور، والمغرورون دائما دائما لن يربحوا. لا، انت كن إنسان متواضع، انت كن إنسان تعرف حقك وتعرف واجبك، ولا تعتدي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وانسب الفضل كله لمين؟ لله عز وجل. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاثبتوا. وهذه كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة إيه؟ أصحابه. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا إيه؟ وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إيه معنى لا يفقهون؟ يعني لا يفقهون الأديان، ولا يفقهون الحق، ولا يفقهون معنى القتال، ولا يعرفون تبعات القتال. شوف التعبير: لا يفقهون شيئا ينفعهم. ثم يقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم. الآن يعني بعد نزول إيه؟ هذه الآية الكريمة، وبعد أن انتهت غزوة إيه؟ غزوة بدر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. طب المراد بالضعف هنا يا اخواننا ضعف ايه؟ لحسن واحد منكم يظن بان المراد بالضعف ضعف الدين. لا لا، المقصود بالضعف هنا الضعف البدني. انتم كان عددكم لما دخلتم غزوة بدر 313، والاعداء كانوا كام؟ 1000. طب 313 لما يقابلوا 1000، يعني 3 أضعافهم، يحتاجوا إلى جهد ولا ما يحتاجوش إلى جهد؟ يحتاجوا. والجهد ده بيتعب الأبدان ولا ما بيتعبش الأبدان؟ بيتعب. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الحقائق، وأن يقول بأن هذا القتال، هذا القتال الذي حدث منكم في غزوة بدر، أصاب أجسادكم بالتعب، منكم من جرح ومنكم من كذا. فالآن معنى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعف. والآية نزلت في أعقاب غزوة إيه؟ بدر. ضعف بدني، ضعف إيه؟ يتعلق بالأجسام، مش ضعف يتعلق بالدين. لا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. يبقى الواحد يساوي كام؟ 2. الواحد يساوي 2،
فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، كل ذلك بإيه؟ بإذن الله، والله مع الصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصابرين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.